فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. وصلنا في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم عليه السلام إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والركع والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول الله جل عليكم السلام وبركاته. دكتور أيمن يا رب يكون ذلك. الله يكرمك محمد أحسن الله عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا أمين رب العالمين. قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرهم الله جل في علاه. الأمر كان لإبراهيم وإسماعيل وهذا تشريف لإسماعيل أنه يقترن بأبيه إبراهيم عليه السلام وإبراهيم له الحظ والمكان العظيم عند ربه جل في علاه. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فالابن ارتقى مع الأبي وكان له الشرف في بناء هذا البيت العظيم. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهما الله أن يطهرا من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج قلت العطاء وما عهده قال أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد وعهدنا أي أمرناه وكان إبراهيم يسارع في مرضات الله جل في علاه ولذلك عده بإله. وعهدنا إلى إبراهيم يعني أمرناه كان عهد إبراهيم عليه السلام قال أمرناه. وما الأمر الذي أمر به إبراهيم عليه السلام وإسماعيل؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. التطهير من البيت هنا ليس التطهير الظاهر فقط بل التطهير الباطن أصالة وهو التطهير من الأوثان لعبادة ربنا الواحد الديان سبحانه جل في علاه رضي الله عنكم جميعا. كان رافع أونكم ونسأل الله أن يجعل الاستدراك قريبا وأن يأجركم بالنية الصالحة إحسانا رضي الله عنكم جميعا. أحسن الله عليك عائشة. عليكم السلام وبركاته رضي الله عنك جزاكم الله يا باشمهندس. الحمد لله والشكر لله. قال وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل رضي الله عنك يا شيخ هشام. أحسن الله عليك نفع الله بك الأمة الإسلامية. وعدنا إلى إبراهيم نعم الرقم خذوا من فريق العمل يا أستاذ الفاضل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وأعظم التطهير هنا التطهير من الأوثان والرجس والشرك بالله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طهر البيت حينما بعث أبا بكر رضي الله عنه ورضاه أميرا على الحج ثم بعث إليه علي رضي الله عنه ورضاه ينادي في الناس ألا يحج مشرك وألا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. أن طهر بيتي وهنا البيت مضاف لله جل في علاه هو بيت الله وهو البيت الذي ارتضاه الله لنفسه ويكون فيه الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أي طهر من الأوثان والرجس والزور والرفث واجعله طاهرا لمن يوحد ربه جل في علاه. كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد اسكتوا يعني على هذا فقط ولكنهم كانوا يفعلون ذلك وكانوا يطوفون عراتا. والعجيب أنها يعني كانت تتبجح وهي تطوف المرأة يعني لأنهم يقولون ليسوا من الحمص فتقول اليوم يبدو بعضه أو اليوم يبدو كله أو بعضه فلا أحله. يعني أصلا كيف أصالة تستبيح أن تطوف بالبيت عريانة. فكان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طهر البيت كما طهره أبوه إبراهيم عليه السلام عندما بعث علي بن أبي طالب يقول لا يحج هذا العام مشرك بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان ولا يطوف البيت عريان. أن طهر بيتي يعني أي اجعلوا البيت طاهرا بالتوحيد الخالص. فالدنيا بأسرها تغرد توحيدا فلا بد للبيت أن يكون لتوحيد الله جل في علاه دون الشرك.
طهر بيتي للطائف هنا، وطواف البيت معروف، وهذا الطواف من أفضل العبادات. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رفع يعني خطوة أو وطأ بقدمه غفر الله له به ذنبا، وأيضا أن الحجر عندما يقترب منه ليقبله أنه يشهد له يوم القيامة. فالمسألة عظيمة في هذا الباب، والطواف من أفضل الطاعات. ولذلك علماء هنا يقولون أهل مكة ليس لهم من العمر الأفضل لهم أن يكسروا من الطواف الأفضل. طبعا هذه على خلاف جمهور العلماء، يقولون لهم الزيارة أن يخرج إلى الحل ويعتمر يعني، لكن هو كسرة الطواف، كسرة الطواف من أفضل العبادات. ولذلك قال للطائفين، وتعلمون أن من أداب الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الطواف 7 أشواط، وقال لكل أسبوع ركعتان. والأشواط هذه إن كانت الحج أو العمرة فلها أداب، الضباع والرمل، الرمل في 4 أشواط، والضباع فهذه من آداب الطواف. والطواف من أفضل العبادات كما قلنا بمكة، هذه العبادة ينفرد بها الطائف، ما أحد يشاركه في هذه العبادة، وهذا خصيصا لأهل البيت. قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، يعني المقيمين الذين يتعبدون الله جل في علاه. وتعلمون أن الاعتكاف هو المكس، طول المكس بذكر الله جل في علاه، طول المكس بذكر الله جل في علاه، هذا هو الاعتكاف. وطبعا الاعتكاف في المسجد الحرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الاعتكاف في المسجد الحرام، أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وأيضا في قول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا معناه لا اعتكاف كاملا، وليس أنه لا يكون الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة. من قال بذلك حجر واسعا، وإن كان هذا نقل عن بعض الصحابة الكرام، ولكن الحق أن نقول الله تعالى قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ألف لام استغراقية لكل المساجد. ولذلك قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين عم من انتابه من الأمصار يتعبدون الله جل في علاه. فكل من جلس في المسجد يعبد الله ويذكره ويستغفر فهو عاكف، وهذا على قول الشافعية أنه المكس مدة يذكر الله فيها، يحبس نفسه على ذكر الله جل في علاه. فمن جاء من الأمصار إلى بيت الله الحرام وجلس يذكر الله فيه فهو من العاكفين على قول الشافعية في هذا الباب. انطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني إن كان مصليا فهو من الركوع والسجود. هذا يثبت أن التطهير هنا التطهير من الأصنام، لأنه الركوع لا يكون إلا لله جل في علاه، والسجود لا يكون إلا لله جل في علاه. من طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكلها كما قلنا لإعلان كلمة التوحيد، ولأن قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب هو تحقيق توحيده سبحانه وجل في علاه. يا جبال أوبي معه الطير وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا كله، فالكون كله يغلو توحيدا. فلذلك أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت من عبادة الشرك والأوثان، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا حينما بعث محمد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدعو الناس إلى ذلك ويصرخ في الناس لا يحج بالبيت مشرك، ولا يحج البيت، لا يحج هذا العام مشرك، وأتوا في البيت عريان، تأدبا مع الله الرحمن سبحانه جل في علا، انتشارا أو قل رفعا لراية توحيد الله جل في علا. فهنا الأمر بالتطهير هنا لإعلان كلمة التوحيد، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا شوف ذكر أعظم ركنين في الصلاة، الركوع والسجود. والركوع الحناء لا يكون إلا لله جل في علاه. لذلك لما قال في سنة داود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني يلقى أحدنا أخاه فهل يعني يعانقه؟ قال لا. يقبله؟ قال لا. قال ينحني له؟ قال لا. فالانحناء لا يكون إلا الله جل في علاه. وذكر الأخص وهو السجود عندما ترغم الأنف والجبهة تسجد لله جل في علاه، يعتلي المرء المنازل العلا في مسألة السجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الضعف فقامن أن يستجاب لكم. فذكر السجود، والسجود هنا
أعظم من أعظم صور العبادة الخالصة لله جل في علاه. وكل ذلك ما قلنا تحقيقا لتوحيد الله، لأن الأصل أن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده، وما أرسل الرسل إلا بذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول الأمين إلا إذا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا، يعني هو يقول تعالى هنا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وانظر إلى الوظيفة العظمى لإبراهيم وإسماعيل في تطهير البيت، لأنهم كانوا كما قلنا يعبدون الأوثان والأصنام عند البيت، وبعد بناء البيت أيضا الإنسان جاء يطهره من أصنامه. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأعظم ظلم هنا هو الشرك بالله جل في علاه. نقف عند هذه الآية العظيمة، لأنه يدفع بعد ذلك إلى دعاء إبراهيم من أجل الرزق. نقف عند هذه دلالة الاقتران. الاقتران يدل على الاشتراك، الاقتران يدل على منطق الاشتراك، لأنه إسماعيل عليه السلام ارتقى مرتبة مع أبيه عندما قال الله جل في علاه: وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعله مستقلا، جعله مستقلا. شوف مقارنا لأبي، هذه معناها مكانة إسماعيل عليه السلام. ولذلك قلنا: من بنى لله بيتا ولو كما في حصيقته بنى الله له به بيتا في الجنة. هذه مسألة عظيمة جدا رائعة. أم ترى استقلالا لنبي فيها دلالة على فضله ومكانته عند ربي جل في علاه، وهو أبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك واجب عليك أيضا تتأسى بالقرآن عندما ترد من كان يعني من أهل الخير أن تفرضه بالذكر. والفائدة الثانية: لا يجوز الصلاة في مكان يعبد فيه غير الله جل في علاه. ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال له: أكان فيها صنم يعبد من دون الله؟ قال له: قال أكان فيها عيد من أعياد جلاء؟ قال إذن أوفي بنذرك، إذن أوفي بنذرك. الطواف من أفضل العبادات في هذا المحل. طب الأحكام الشرعية، احنا أخذنا الكلام على العدة، المرأة الحامل، ما زلنا مع آيات الأحكام. الحكم الذي نتكلم عنه أيضا في مسائل ويسألونك عن محيط خلف آدم فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآيات. ما هو القر؟ لأن الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، وقلنا خصصت هذه الآيات. لكن ما هو القر في الآية الكريمة؟ الحق أن نقول القر في الآية الكريمة اختلف فيه العلماء على قولين. قول قال بأن القر هو الطهر الأطهار، وقول قال القر هو الحيض. والحق اللغة ليست فاصلة، اللغة ليست فصيلة، لأنه في اللغة القرء من الأضداد. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، على الحيض وعلى الطهر. فاللغة ليست فصيلة. ذهب الشافعية والمالكية إلى وراعي أحمد أيضا إلى أن القرء هو الطهر، القرء هو الطهر الأطهار. وهذا قال به ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت واحد رؤيتان عن أحمد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة، أدلة أثرية وأدلة نظرية وأدلة لغوية. فنحن نحاول نجمل الأدلة على ذلك. فاستدلوا بقوله تعالى يعني: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا: إحنا عندنا قاعدة في اللغة بتقول بأن العدد يخالف المعدود. قالوا هنا إذن الثلاثة هذه مؤنث صحيح، يعني التاء هنا الثلاثة مؤنث لأن العدد يخالف المعدود، والقرء هنا يبقى إذن القرء هنا ليس الحيض، الحيض مؤنث، القرء هنا وإيش الطهر، يعني ثلاثة أطهار. أما الحيض ثلاث حيض، فلما قال ثلاثة قالوا شوف هنا الأقراء ثلاثة قروء والقرء هو الطهر، يبقى ثلاثة إيش أطهار. وهذا في اللغة يستقيم اختلاف العدد مع
مع المعدود. نعم. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها أرضاها بأنها قالت: هل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. هل تدرون ما الأقراء؟ وطبعا هنا يحتجون بقوة بكلام عائشة رما، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم بأحوال النساء، وهذه مسألة فيها أحوال النساء. لذلك قالوا عائشة قالت هل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. ولذلك الشافعي قالوا النساء بهذا أعلم، لأن لا يبتلى به النساء، وكما قال مالك أيضا هن أعلم بحالهن. أيضا استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فطلقهن لعدتهن. والعدة هنا يعني معناها وقت عدتهن. وقت عدتهن علمناه لما النبي صلى الله عليه وسلم غضب أن ابن عمر طلقها على حد، يبقى هذا ليس وقت إيش؟ وقت العدة. فكانوا قال وقت العدة أن يكون الطهر، فالطلاق لا يصح إلا في هذا التوقيت. فقالوا بهذه أيضا فيها دلالة على أن القرء هو الطهر. قلنا هذه نظرية يعني أدلة نظرية أكثر منها أدلة أثرية. أما حجة أبي حنيفة فله كثير من الحجج، منها أن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم، وبراءة الرحم لا يعرف إلا بخروج الدم، إلا بخروج الدم بالحيضة. الذي يدل على براءة الرحم هو الحيض. وذلك أحمد قال: كنت أقول الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. واستدل على ذلك أيضا، وهذا لعله هو النص في المسألة، مع أن شقيقتي لم يخل قال هذا ليس بنص، وأنا سأسألكم كيف يكون ذلك. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء قرئك فامسك عن الصلاة، فإذا ذهب القر فاغتسلي وصل. وفي رواية يعني قال يعني قال إذا جاءت الحيضة فأمسك عن الصلاة، وإذا ذهب أقراؤك فاغسل عنك الدم وصلي. فجعل القر محل الحيض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش قال دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. والمعنى هنا إذا حاضت المرأة تدع الصلاة حتى تطهر. وأيضا قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تحيض، حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. فالاستبراء بحيضة أمر بها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معناها أنه جعل العدة على الحيض. فإذا القرء هنا بمعنى الحيض، القرء هنا بمعنى الحيض. وقد أقام الله الشهور مقام الحيض عند اليائسة، وجعلها معتدلة بثلاث إيش؟ بثلاث حيض. هذا غير وارد في لو قلنا بالأطهار. كل أدلة في الطرفين، والحق أن نقول أن فاصل النزاع في هذا الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. الشنقيطي رجح الملكية والشافعية وقال بل هو الأطهار، وأجاب عن هذا الحديث. يا ترى ما هو الإجابة على هذا الحديث الذي نراه فصلا؟ لأنه الحديث هنا قال يعني قال فصل الخطاب في هذا الباب، قال إذا 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 جاء قرئك فلا تصلي، فإذا ذهبت أقرائك فدعي فاغسلي عنك الدم وصلي. ونوجد دلالة منه هنا. وكيف نقول بأنه الشنقيطي يجعله لهم لا عليه؟ كيف ذلك؟ المكسر ما في؟ طيب، هذا الفاظ المشتركة والسياق المفسرات في الحديث رجح أن الحيض هو الحق. أن نقول هو لما قال إذا ذهب قرئك، يعني ذهب إيش؟ حيضه، حيضتك ظاهر جدا، فيبقى إذن القرء سمي الحيض. هو شنقيطي يقول نعم القرء يطلق على الحيض، أنا معكم القرء، ويطلق أيضا على إيه؟ على الطهر. والقرينة حاكمة ما هو مراد النبي. فمسألة الرحم وهذه مراد النبي بأن الطهر إيه؟ بأن القرء من الحيض. فهمتوها؟ يعني هما بيقول أقصاها عندكم أنتم تحتجون بهذا الحديث دع الصلاة أيام أقرائك، يعني لأن القرينة الحاكمة بيّنت أن القرء المراد به هنا هو الحد. وقد تأتي القرينة تثبت أن المراد به هو إيه؟ هو الطهر في هذا الباب. يعني فصل النزاع لسه ما زال، لكن نقول هذا الصلاة وبراءة الرحم.
من اقوى الادله. براءه الرحم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامه براءه الرحم هو ايه؟ الحيض. قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض، ولا حائض حتى تحيض حتى تحيض. نعم. إذن عندنا الأقراء حمالة، ففي اللغة القرء الطهر، وفي اللغة القرء الحيض، وهما على اختلاف بين العلماء. والصحيح الراجح أن نقول القرينة الغالبة يؤخذ بها، لكن الأقراء التي ذكرت في الكتاب هي الحيض، القرء هو الحيض، لأن الحديث صريح جدا قال فإذا ذهب قرؤك فأغسل عنك الدم وصلي، يعني ذهبت حيضتك. طيب أيضا من الأحكام ما معنى قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ العلماء اختلفوا بالمراد من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. تعلمون المرأة تستطيع أن تخبئ الأمر لا تخبر به، لكن ما هو المقصود بقول لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ صحيح أن بعض العلماء قالوا لا يحل لها أن تكتم الولد، لا يحل لها أن تكتم الولد، وهذا هو ما قاله عمر، يعني لا تكتم الحمل حتى تتعجل بالزواج. ليش؟ مفسدة عظيمة، اختلاط الإيه؟ الأنساب، الماء سيأتي على الماء. ولذلك النبي لما قالوا له فلان أخذ جارية يعني من السم جمعها وهي حامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أجلده، ثم قال لأنه لا يعلم، قال هممت أن أجلده أيغزوه بمائه. ثم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أيغزوه بمائه لأنكلن به تنكيلا. ثم نهى كما قلنا على أن توطأ حامل حتى تحيض أو حائل حتى تحيض، أن توطأ حامل حتى تضع وعن حائل حتى تحيض. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالعلماء في تفسير الآية أن المراد هنا الحمل وهو قول عمر بن عباس ومجاهد، وقيل المراد الحيض وهو قول عكرمة والنخعي والزهري. والحق أن نقول عندنا أقول ثلاثة، أن قول الله تعالى لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قد خلق في الرحم الحيض، وخلق فيه أيضا الحمل، فبعضهم قال الحمل وبعضهم قال الحيض، والصحيح ما قاله الآخرون وقول ابن عمر وغيره، أنا وقول ابن عمر وغيره قالوا الحيض والإيش والبغي، الحمل والحيض، أسف الحمل والحيض، يعني لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن حملا أو ما خلق الله في أرحامهن حيضا، لأن المسألة ستتعلق بحقين، حق له حق وحق المرأة، وهناك حق آدمي يدخل ثالث إن كان الجنين. قال أيغزوه بمائه لا أنكلن به. والصحيح هو أن في قوله تعالى ولا يحل لهن ما كتب الله أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الحمل والحيض، الحمل والحيض لا سبيل له إلا ذلك أن يفعل هذا. نعم، هو لا سبيل له إلا ذلك، وهذا صحيح في هذا الباب. نعم، لأنه الجمع بين الأمرين للآية تحتمله، وفيها أيضا احتراز كبير بهذا الباب، لأنه كما قلت ستكون مفاسد أعظم مما تكون، إما الإتيان بالحيض وهذه مفسدة فيها الضرر يسألون عن حيض يقول هو أذن، أو أن يأتي على امرأة الحامل فيغزوه بإيش؟ بماء ويختلط، يكون هو أب هذا وأب الثاني. الحكم الآخر أيضا عام في قول تعالى والمطلقات، كل المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا هذه عامة، المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عامة، فالعدة لابد أن تتربص بها. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وليس الرد هنا يعني الخطاب هنا للأولياء، وليس الرد هنا على ما يعني يعلمه الكثير في قوله وبعولتهن أحق بردهن، أنه يقول لها رديتك أو يقبلها على الخلاف الذي سيأتي، لا، ده هذا عقد جديد ومهر جديد. نتكلم على الولي قال والله لأن سبب النزول يفسر لنا أيضا من المفسرات، قال أكرمتك بها ثم طلقتها ولم تأتي خطيبا، وتأتي الآن خطيبا مع الناس، يعني لم تردها حتى وقت العدة،
وأقسم بالله أنه يعني لا يكتب له يعني لا يكون يزوجه إياه. فأنزل الله جل في علاه ولا تعضلهن لتذهبوا من بعد ما ولا تعضلهن يعني كحنا زوجهن إذا تراضوا بينهم. فلما قال بذلك قال سمعت وأطعت. شوف سرعة الاستجابة من الصحابة. قال سمعت وأطعت. ولذلك قال الله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فتكون تلقى بينه وإن تباعد الوقت يعني هو الآن حق بها هو في العدة حق بها في العدة فإن تباعد الوقت فلابد من مهر جديد وعقد جديد وحال جديد. إذا طلقت المرأة تتربص بنفسها ثلاثة قروء. وفي قول بأولتهن حق بردهن في ذلك هذا في 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 الرجعية دون البائن إما البائنة بعوض الفسخ أو البائنة أيضا بغير عوض كالفسخ أو التي بانت من الرجل بعد الطلقة تركها حتى سقط الوقت وانقضى وقت العدة يعني ولم يردها فأسقطها. أيضا تتربص بنفسها ما قلناه الآن تتربص في بيتها كانت مطلقة تربص في بيتها إلا من حاجة. هذا يعني إن المرأة إذا طلقت وهي حامل لا يجوز أن تتزوج برجل آخر. طبعا لا يجوز تتزوج بآخر. كيف تتزوج بآخر يا عائشة؟ قال أيغزوه بمائه لأنه المعنى هنا أنه لو تزوجها وهي حامل ما الذي يحدث؟ هو بيتزوجها ليشتم الرائحة الطيبة ويقف ولا ليجامعها؟ ليجامعها. فإن جامعها وهي حامل ما الذي سيحدث؟ سيغزوه يكون غذاء للجنين يتنامى بمائه ويشترك الولد بين أبوين. المسألة فيها ما فيها الفوائد المستنبطة قلناها. لو في أسئلة تفضل لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.